على طريق الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، اتجه ثلاث دول من داخل الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات أحادية الجانب للاعتراف بالدولة الفلسطينية لإيجاد حل سياسي للصراع الممتد منذ عقود في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والذي فجره العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. البداية جاءت من إسبانيا والنرويج وأيرلندا الذين اعترفوا رسميا بالدولة الفلسطينية اعتبارا من 28 من شهر مايو الجاري، وخرج رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمام البرلمان ليؤكد على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو الحل الوحيد لتعزيز الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وإنهاء الصراع، متهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعريض مبدأ حل الدولتين لمخاطر عدة. كما تعهد سانشيز بمواصلة الضغط على المجتمع الدولي ودول العالم لمساندة الفلسطينيين ودعم حقوقهم المهدورة. وفي النرويج التي اتخذت قرارا مماثلا بالاعتراف أيضا، أوضح رئيس الوزراء يوناس جار أن الهدف من الاعتراف هو إقامة دولة فلسطينية متماسكة سياسيا ومستمدة من السلطة الفلسطينية، ليؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى استئناف العملية السياسية نحو تحقيق حل الدولتين، مطالبا المجتمع الدولي والدول الأخرى بالحذو على نفس النهج والاعتراف بالدولة الفلسطينية. كما اتخذت أيرلندا قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأشار رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس إلى أن قرار الاعتراف هو الحل الوحيد لترسيخ السلام في الشرق الأوسط وإنهاء دائرة العنف الممتد لسنوات، مطالبا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية لأهل القطاع. وعلى نفس نهج الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية تسير أيضا مالطا وسلوفينيا في تتابع إيجابي من دول العالم وبخاصة دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإنهاء حقبة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين بما تحتويه من مجازر وانتهاكات لن ينساها العالم.